ما يوم 6 وكان منظر العبور منظر شائق جدا. يا ريت كل مصري يشوف منظر العبور واحنا كنا معديين. إسرائيل سنحول نهاركم إلى سواد حالك، سنضع وجوهكم وأنوفكم في الواحد وسنسحق عظامكم. 6 سنين قاعدين يقولوا كلام في البناء، خط القوي اللي بيقولوا عنه والسفي اللي بيقولوا عنه، فاهمين إن الكلام ده مثلا هيضعفنا أو هيفقد معنويات، لكن اللي حصل العكس. أهلته شايفين في المسرح هو كل واحد هيبان على حقيقته. عمر الكلام ما كان بيتخضى الإنسان، لكن الواقع اللي في المسرح زي ما انتم شايفين، والعالم كله هيسمعه وبيسمعه دلوقتي. يمكن ايه اللي المصريين بيعملوه؟
شايف المدافع اللي هناك دي؟ ست مدافع شايبونا تلات سنين ضرب على السويس ليل ونهار، وسنة 69 هي دي برضو نفس المدافع اللي ضربوا بيها معامل التكرير بتاعت الزيتية، طنهم في بيوت اسمنت وشغالين ضرب.
اصابه ايدي ديت يوم 8 كانوا موقعين 6 طيران وبعدين رحنا على مستشفى بورسعيد الاميري فاغارت علينا الطيران تاني وخرجونا من المستشفى رحنا خندق عند واحد بورسعيدي ولكن البورسعيدي انا اشكره جدا جدا لانه هو عامل فينا جميل ما انساهوش طول عمري. حتى الطب اللي هو ممنوع على الصليب الاحمر مانع ضرب الطب بقى الطيران يضربه. العدو بتاعنا ما عرفش اي قيم طول عمره بيتحدى القيم والقوانين الدوليه. حولونا على المستشفى الجامعي هنا لقيت كل رعاية والاخوان هنا في المستشفى الجامعي وبقيت متصور ان الجبهة الداخلية هتبقى صلبة بالطريقة دي. طلبة عمال دفاع شعبي شرطة كلهم كانوا متكاتفين كلهم كانوا بيجوا يخدمونا هنا بشكل مش معقول. كنت بحس ان انا قعدت 3 ايام ما حدش يجيلي من اهلي. كنت بحس ان انا بين اهلي كل واحد بيحب يقدم اي معونة ويقول لنا يا بطل لانهم كلهم اخواتنا وكانت دي روح معنوية عالية جدا للجبهة الداخلية. يا ريت كل الناس تتناها على طول كده. الوالده؟ اه يا امي الحبيبه. ها انا بخير هنا الجميع يسهر براحتي ارجو ان تطمئني حيث اني اتماشى الان للشفاء واستعد للعوده لارض المعركه لاتمام النصر وتحقيق ما تتمناه امنا الحبيبه مصر. الشعور كانت جميله جدا وكانت روحي مرتفعه جدا بالنسبه لزميلي وبالنسبه للارض. فكان شعوري ان انا يعني اكون يعني موجود وبعدين شعوري ان انا مش كنت اقصاد. كان شعوري ان انا اشتشت خالص في سبيل ان تحرير ارض سيناء. وبعدين فيه يعني مثلا اخواتي قبل كده يعني لي اخ شش 67 فكان معايا يعني ان اخويا ده مثلا يعني اني اعمل اي حاجه بحس ان انا يعني لي اطار طبعا وبعدين الوطن بتاعنا وبعدين يعني الناس المهجرين الناس اللي هم يعني دول يعني شعورهم طبعا عندنا هنا احنا كلنا تمنينا ان احنا نكون يعني نحرر لهم ارض سيناء. وبعدين انا بقالي 6 سنين قاعد عشان كده يعني قبل العبور كنا بنمر قدام سيناء اكننا بنحلم ان احنا نعدي تاني. كنا بنتدرب تدريب عنيف اكتر من المعركه. كانت المعركه بالنسبه لنا كفسحه لان التدريب كان شاق اكتر من المعركه. أتم الخوف كله لأن كان عندنا الأمل إن احنا نحرر مصر. بعد كده جالنا يحكوا عننا عن الأبطال اللي عدوا في سينا. العبور اللي انت حكيتها لي قبل كده لحظه العبور دي كانت لحظه بصراحه يعني اكثر من حاسمه.
لان احنا كلنا كنا بنتمنى الكلمه دي. كان الامر بالنسبه لنا كرحيق. الواحد مش عارف يعني مش مصدق لان كتر التدريب والتكرار فكان ده يعني في برضه نوع من الملل يعني الواحد ما ينكرش يعني. انما لما الواحد كلمه اعبر دي يعني مش معقول مش مصدق كان الواحد عايز يسبق نفسه. بص تلاقي الواحد ايه الكل حتى بقى يسبق المهده بتاعته اللي بقى يعني مثلا واحد المفروض في مدفع بيشيله ثلاثه كان بيشيله بيشد واحد وبيعبر بيه الهرم ال 20 متر اللي عاملينه ده فوق وحبال وبتاع فالعالم ما كانتش مصدقه بصراحه. اما عديت ووقفت على السفينه الناحيه الثانيه كلبشت فيه بقى قلت لو جبت هنا مش المهم ان انا جبت ايضا. كان السيد من دلت استشهد لكن روحه ترجع تاني ترجع معانا عشان ناخد بطارها. كنا بناخد بطار زمايلنا كلهم كنا بنحس ان احنا بنعمل عمل كبير. كان اشبه بموج موجات طوفان بصراحه يعني كان منظر مهيب. عندنا عيد ميلاد جه دبابتين من العدو. الدبابتين دي هقوم بعمليه انتحاريه علشان ادمر الدبابتين. دمرت دبابه على 130 متر الدبابه الثانيه بصيت لقيت نفسي مش موجود. الله فين عيد اللي عاوز يدمر الدبابه الثانيه؟ اتصاب مش ممكن يكون اتصاب. الدبابه الثانيه راحت فين؟ ما زالت الدبابه الثانيه موجوده في مخي لحد الان مش هتروح من ذهني ابدا لحد ما موت الدبابه الثانيه. الايمان ده مزروع في الانسان المصري بحقه وبوطنه وكان لازم يعيش الحياه القاسيه دي عشان يقاتل الجيش اللي بيقولوا عليه انه لا يقهر. انت اتكهرت اتكهرت ابوك انا. كل سنه وانتم طيبين. كان كل عيد كنا نتذكر ونقول للناس بتوعنا كده السنة الجاية إن شاء الله هنعدي سينا. فجاء العيد اللي بقينا فيه سينا. أول عيد كان نفسي أبقى في سينا فعلا. زملائي اللي دخلوا معايا بيعيدوا في سينا وأنا بعيد في المستشفى. كان نفسي أبقى معاهم. في المستشفى السيدة جيهان جت زيتنا اكتر من مرة وسألتني بتقول مطالبك ايه؟ قلت لها ان انا عاوز ارجع الجبهة تاني وده كان حاجة في دماغي ان انا لازم ارجع عاوز اشوف يعني التعب اللي تعبناه وعملنا ايه ده كان احساس لازم ارجع الجبهة تاني. المطلب بتاعي اتحقق ورجعت في 21/12 وكنت في الحالة دي واخد علاجي معايا ولسه بكمل علاجي هناك.
الحركة. قال أبا إبن في الأمم المتحدة: كيف للمصريين أن يهاجموننا في يوم عيد؟ الحالة العسكرية ما فيهاش عيد ولا فيه عيد. الراجل جاي يخدم في الجيش له السلاح بتاعه ملوش دعوة بالحالة الملكية خالص. يعني يوم عيد ده ما احنا حاربنا يوم عيدنا برضو وسبق قبل كده الحروب امتدت سنوات ما قالوش نوقف الحرب يوم العيد. برضك عندهم حق يزعلوا، ده الواحد يشوف انهي جدول كده في الحروب نعرف امتى عيد الحرب وامتى عيد الغفران اي عيد مناسب ليهم. لا ما احنا كان لازم نبعت بقى نستأذنهم ونقول لهم يعني حددوا الساعة اللي نيجي نحاربكم فيها اخواننا ولا ايه؟ هو اصلهم قبل كده كانوا بيختاروا الاوقات المناسبة. طبعا امال يعني احنا بقى نعبر النهاردة نعمل الاختيار بتاعنا احنا بقى. احنا نختار احنا بقى. غفران غفران ايه؟ ربنا يغفر لهم ذنوبهم اللي عملوها كلها من سنة 48 وقبل كده وبعد كده قتل ودبح. التوفيق اللي بيعرف ربنا دول عشان اللي بحر البقر المدرسة اللي كانت كلها ابرياء ولا المصنع بتاع ابو زعبل ده الناس اللي كانت يعني راح الشغل عشان تاكل عيش. طب ما ياما هم عملوا حاجات ما حدش حس بيهم واحنا ما عملنا حاجه او نعمل حاجه بص العالم كله يحس بينا. ليه؟ عشان هم اقوياء. النهارده كل واحد بيحترم القوي، طول ما انت ضعيف حقك راي. في ابريل سنة 73 ديفيد العزر قال ان الجيش المصري مش ممكن ينتصر في اي معركة. يا عم سيبك. وقد قالت السيدة جولدا مائير ان دخول الجيش المصري في الحرب يعد عملا جنونيا.
قول لي أول مرة رجعت البلد كان شعورك إيه؟ كنا ثلاثة في الجيش إخوة، والثلاثة تقريبا في المعركة، فما فيش في بالي حاجة خالص يعني. ونزلت طبعا كان تصوري بقى إزاي هتكون الناس هتقابلني، وإزاي الناس اللي هتاخد مني موت يا ترى إيه. وطبعا كانت بتوصلني جوابات من البيت كلها طبعا واثقين ان انا انتهيت خلاص مش موجود. والدك انا بعت لي جوابات يقول لي احنا مؤمنين بقضاء الله، بس انت بعت لنا انت فين انت يعني ما يعرفوش حاجه عني لان ما كنتش ببعت حاجه خالص. طبعا نزلت لما وصلت البيت طبعا كان لقيت في خبر ان اخويا استشهد في المعركه، اخويا الكبير طبعا. فلقيت جو البيت مشحون يعني شيء من الحزن شويه طبعا، بكون الكبير وبتاع وطبعا الوالده وبتاع. طبعا وجودي يمكن هون العمليه شويه على والدتي ووالدي بالذات يعني. كل قدرت اعمله ان انا لازم اكون يعني اظهر بمظهر غير اللي المفروض الواحد يظهره، مثلا يعيط زيهم او يزعل زيهم بسبب الحزن المفروض. بس طبعا كان مفروض عليا ان انا اكون يعني احسن والدي ان في رجاله بعد اخويا يعني، انه برضه اخويا ما سابش عيال، لا ساب رجاله برضه. فطبعا وقفت معاه يمكن الاجازه الاولانيه اتقضت في جو يعني كله مش يعني ما قدرتش احس فيه بمتعه اللقاء بعد طبعا اللي كان مكتوب وبعد الحرب وبعد. طبعا ما قدرتش احس باي حاجه من دي. كل اللي كان بيقابلني كان بيعزيني طبعا في اخويا قبل كل شيء وبيقول لي ايه الحمد لله انت رجعت بسلامه. طبعا اشمعنى ان اخويا استشهد انا ما اصرتش يعني فيها ان انا يعني خلاص انحط بقى الحاله المعنويه خلاص يعني ما عادش عندي مثلا تقبل الحاله ابدا. اهو كان برضو في شيء يمكن اخويا بالذات وجودي في المعركه واللي شوف في المعركه وبعدين لما رحت لقيت اخويا استشهد يمكن غيرت مجرى خط سير حياتي يعني تغيير كامل يعني. يعني تحولت من فعلا من شاب يمكن في طريق ضياع تقريبا يعني، او يعتبر شاب يمكن من المنبوذين الى شاب يعني يمكن يكون صلح حياته شويه. فدي كانت دفعه او كان يعني كانت خطوه جديده في حياتي. عمليه استشهاد اخويا دي كانت يعني جددت خطوه جديده في حياتي ما كانتش موجوده قبل كده.